انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق وفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ولا بينا على التفاصيل. بينشر اليوم السابع قائمة الكليات التي يوجد بها أماكن خالية أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بالنسبة للشعب العلمية. وكان أعلن وزير التعليم العالي إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق تنسيق الجامعات هتبدأ يوم الثلاث الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام. تنطلق غدا الثلاثاء المرحلة الثانية للتنسيق، واللي من المقرر أن تستمر على مدار 5 أيام حتى يوم السبت 5 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وفقا للحد الأدنى للمرحلة. والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي كان أعلن إن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات هتكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة في أكثر، بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي 194.448 طالب وطالبة. وقال وزير التعليم العالي إنه فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالي عدد طلاب 60.064 طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي طلاب الشعبتين بالمرحلة الثانية 24.512 طالب وطالبة من الثانوية العامة. وبهني الطلبة والطالبات وبتمنى لهم التوفيق ومستقبل مشرق ومزدهر. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.